السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أخوكم كما العادة ولفتكم حمادة الشرعوي. طرق هذه المرة هذه إلى عقيدة التوحيد، يعني من هو الله، كيف الله، كل ما يخص بالله، عقيدة التوحيد. يعني بخلاصة، عقيدة التوحيد هي المفصل، هي القاسم ما بين الكافر والمسلم. علاش؟ لأن عقيدة التوحيد تخص، عقيدة التوحيد بالربوبية تخص الله سبحانه وتعالى، يعني الذي نعبده والذي نصوم له والذي نصلي له، يعني كل أعمال تنطبق بالإله هذا الذي نعبده. هذا الإله الذي نعبده تخص به. هل يجوز مثلا واحد يصوم يزكي إلي بودا مثلا؟ هذا فعل باطل. علاش؟ حتى وإن كان يصوم يحج ويزكي وكل الأشياء باطلة، لأنه يفعلها لبودا. نفس الشيء لما تكون عقيدة المسلم خاطئة، عقيدة التوحيد بالربوبية أولا تكون خاطئة، يعني أفعالها كلها باطلة، ما صلحت عقيدته. عقيدة التوحيد بالربوبية أولا وقبل كل شيء صلحت باقي الأعمال، ومن فسدت عقيدته فسدت باقي الأعمال. حمداش حيعرف، يعني نوعا ما حيدير الدرس على الله سبحانه وتعالى، هو يعني جزء من أجزاء عقيدة التوحيد، حيتطرق ليه ونسمعه ونعلقه من بعد. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجارية وهو يسألها أين الله من باب التعليم، من باب الإقراء. قال الحافظ ابن حجر: سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سؤال استفهام، يسألهم ليعلمهم، يسألهم ليعلمهم، أو يسألهم ليقررهم. قالت الجارية مجيبة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. شهادة النبي عليه الصلاة والسلام لها بالإيمان دليل على أنها على الصواب. فيما سمعتوا جارية، نعود بها، وجالها جارية، سألها الله، استغفر الله، سألها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله، ثم سألها من هو رسوله، فأصابت في الإجابة، أو لما أصابت بالإجابة، يعني أجوبة كانت صحيحة، فأقر عليها بالإيمان. وهذا يدل، وسألها على كل حال سألها من باب المعرفة، من باب الإقراء كما ذكر. ولما كانت الإجابة تاعها صحيحة، يعني هذا نوعا ما، هذا من باب المعرفة، يعني باش احنا يلحق لنا الخبر، يعني باش احنا يلحق لنا الخبر ونعرفوا من هو الله وكيف نجاوبوا على هذه الأسئلة. هذا باب عقيدة التوحيد بالربوبية. يا حمداش، يعني تنقل لنا أخبار تقول هذا هو كما جاء كما جاء كما جاء. نعلق على الإجابة تاعها هذه ونشوف هل أصابت أم لم تصب. وناقل الكفر ليس بكافر، أنا نقول وش يقول حمداش، ما تعجبوش ما في الإجابة تاعي ولا إن شاء الله، ولكن حللوها وشوفوا، شوفوا هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعطيها الحق ولا ما يعطيهاش الحق. جاء فخور بدأوا يعلم الله بون مانيش. الجارية لما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله، فأجابت أنه في السماء، فأجابت أنه في السماء والعياذ بالله، وأستغفر الله تعالي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله العظيم غير، يعني الجوارح كلها 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 يعني تتزعزع من هذه، وتفتخر بهذه الإجابة وتقول هذه العقيدة صحيحة.
الله في السماء، كيف هذا الله في السماء؟ أي يعني أن الله، يعني أن الله، أو يعني أن السماء أكبر من الله بوجود الله في السماء، هذا يعني أن السماء أكبر من الله، والعياذ بالله، هذا جهل وكفر. هذه أول حاجة. وثاني حاجة، لما تقول أن الله في السماء هذا يعني أنه محدود والعياذ بالله، استغفر الله يا رب العالمين. وأنت من المجسمة، وأنا نعرف المجسمة، وأنت من المجسمة، قلها لك ونعودها لك، أنت يا من المجسمة. لما جاء في كتب تاع ابن تيمية الله شاب أمرت، ما عرفكم كيفاش تستهزئوا بالله سبحانه، تستهزئوا بهذا الدين واستهزئوا بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ما تحشموش على خاطش، مازالكم تنقلوا في هذه العقيدة الخاطئة، هذه العقيدة التي يعني لا حول ولا قوة، والله يعجز اللسان عن وصف هذه العقيدة هذه. خيروا دين واحد اخر وقولوا احنا نعبدوا الحجر ولا النار، وما تقولوش احنا المسلمين، قولوش هذه الهضره هذه. والله العظيم لولا الشهاده، يعني شهاده انك تشهد تقول اشهد فقلت عليك بانك كافر، ولكن يعني بوان فاب ضربت ليها، يعني انك تشهد سلكاتك، هذه الكلمه هذه الشهاده اللي سلكاتك، لا حول ولا قوه. ولكن الله تعالى والرسول تعالى والله العظيم ما راهو تعالى ينزل بها اللي عرف بها روحه الله سبحانه وتعالى عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عن طريق الأنبياء والرسل اللي سبقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عقيدة التوحيد لم تتغير من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تقول أن الله سبحانه وتعالى في السماء؟ لا تحجم ولا والي، وتقول الله في السماء، كيف جهد الله في السماء؟ حبي يقول السماء كبيرة على ربي بيسكوا في السماء، والله أكبر، كيف هذا؟ وإذا قلت له في السماء حبي يقول محدود، ومن عده فقد حده، ومن حده فقد أبطل أزله، يعني راك بطلت الأزل تاعه، كل محدود، كل حاجة محدودة، ما تقدرش تكون أبدية، محال تكون أبدية إلى الأبد، يعني جينا وين يموت العياذ بالله، استغفر ناقل الكفر اسمحوا لي خالتي، ولكن ناقل الكفر ليس بكافر، لأنني أنا نفهم هذا كيفاش راه يتفهم، يعني الاخر هذا تاع الله تاعو هذا يعبد فيه وينقل ويقول تاع على باليش، تقي الله ولي العقل يا ما حبيش تحشم انت ولا كيفاش؟ جيب لنا هذه العقيده، هذا واش جبتنا من السعوديه؟ راه السعوديه ضرب 3 سنين 16 تما كامرون كراسك وكذا، دار لك اجنده واش لازم دير واش ما لازمش دير، وجاي للجزائر وجاي خلي العباد راه ملاح كيما راه يا راجل، راه خاف من ربي راه دنا المواد واحد اخرى دين الله سبحانه وتعالى، انا ما تحشمش. الله في السماء، كيفاش هذا الله في السماء؟ وبعدك تقدروا تشوفوا لا فيديو تاعو تكملوها، واسمها صحبه المساجد اين الله، في الاخر بالله سويت يبدا يحكي يبدا يقول على الله على العرش استوى، الاستواء معروف والكيف مجهول، هذا مفهوم هذا، ولكن تقول انه استوى بالمفهوم انه يعني جالس والجلوس مجهول، او انه حدد مكانه والمكان مجهول ولا طريقه الجلوس، هذا كفر هذا يا رب، ما تخافوش انتوما، يعني استوى فهمت بالاستواء يعني كيما يستوي، والكيف مجهول، ولكن استواء هو استواء، ولكن الكيف مجهول. علاش الله سبحانه وتعالى كيقول لك الله سبحانه وتعالى الوجود تاعو كالوجود تاعنا، ماشي كيف كيف، من التأويل هذوما. ابن تيمية انا نقول عليكم عاودها، قلت لك في الفيديو اللي من قبل نعاودها لك في هذا الفيديو هذوما، ولعل ابن تيمية هذا يا كبار العلماء في وقته قالوا اما ان يقتل او يسجن ابدا. شو ابن بطوطه، شو كتاب تاع ابن بطوطه يحكي على ابن تيمية هذا داخل المسجد الاموي في دمشق، واحد الخطره جابته طريق ابن بطوطه دخل المسجد الاموي وكان يخطب عليهم ابن تيميه، كان يخطب فيما يخص عقيده التوحيد،
وقال الله سبحانه وتعالى ينزل من السماء قبل الفجر يهبط ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي هذا وهبط من المنبر وهبط الدرج هبط من المنبر ابن تيمية ابن بطوطة وقف وراح قال لك تماك عرفته باللي كافر أنا يقول لك كبار علماء تاع وقته كبار كان ما يبانش هذا كاع ابن تيمية واحد ما كان يسمع له كان ماشي محمد بن عبد الوهاب اللي درت لك فيديو عليه وقلت لك واش يكون لي بابا شهادة تاع بابا وشهادة تاع خوه يشهدوا عليه بلي انه حيجي من عنده الشر في كتاب السحب والوابلة على ضرائع الحنابلة هو اللي عاود حياد الفكر تاع ابن تيمية تما كي ابن تيمية كي محمد بن عبد الوهاب بين زوج خارجين من الملة وانت جايب لنا الكتب تاعهم وجايب لنا العقيدة تاعهم وجايب لنا وجايب لنا وجايب لنا وجايب لنا وجايب لنا وما تحشم ما والو تخافش من ربي انت ولا كيفاش الله في السماء كيفاش هذا الله في السماء علاش تحوس عليه ديجا كاع وين راه والله ابارت والله السماء ولا في الارض ولا وين تعبت هذاك هذاك علم هذاك يخص الله سبحانه وتعالى انت باش تقول لي انت الله راه في السماء الخيرات تنزل من السماء المطر تنزل من السماء البركه الرحمه كل شيء حاجه مليحه تنزل من السماء ولكن هذا لا يدل على انه من بعثها في السماء لانها تنزل من السماء دوك انا نبعت لك اس ام اس البورطابل تاعك حبي يقول انا راني في البورطابل تاعك هبعت لك من الجابون ولا ما داريش انا صافي الله ولا حول ولا قوه الا بالله اخوتي ان شاء الله المره الجايه نزيد نديروا فيديو واحد اخرى وتفيدكم وتفيدنا هذه دعوه لله سبحانه وتعالى لكل حال ونطلبوا من ربي سبحانه ان شاء الله يجازينا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمه الله ومن المصايب اللي حصلت في بلادنا بعد الثورة هي انه قوات شوكة الوهابية ادعياء السلفية اللي هما ضد السنة واللي هما نشاز في مجتمعنا ويدعيوا باش نبدلوا عقيدتنا والعياذ بالله تعالى نقولوا لهم بعد السيف ما نعلقوش منجل الواحد منهم ما يعرفش ربه يظن انه في السماء قاعد على العرش كما تقول اليهود والعياذ بالله وهذا معلوم بطلان فالله خلق السماء ولا يحتاج اليها فاللي يكون موجود في مكان محتاج والمحتاج ضعيف والضعيف لا يستحق ان يعبد ونحن نعبد الله الغني قال تعالى فان الله غني عن العالمين فالله موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان ولا يتصور في البال مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ويقولون عن الله كلام بشع وهو قولهم إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل بذاته إلى السماء الدنيا وهذا كلام مخالف للشرع وتشبيه للخالق بالمخلوق على زعمهم جعلوا الله طالع هابط باعتبار أنه ثلث الليل في عمان غير ثلث الليل في تونس وغير ثلث الليل في الرباط يا ولدي راه عن عقل لما نقول الملك بناء مسجد معناه الملك أمر ببناء المسجد مش معناته الملك حط حجرة فوق حجرة وهنا معنى ينزل ربنا التي وردت في الحديث أي ينزل ملك بأمر ربنا فالملائكة هي التي تسكن السماء وهي التي تنزل ألم يقل الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها عن الملائكة في ليلة القدر والله قدره عالي ولكن مش موجود الفوق بذاته وقد ورد في الحديث ينزل ملك فينادي هل من مستغفر فيغفر الله له هل من تائب فيتوب الله عليه إلى آخر الحديث وخير ما فسر الوارد بالوارد كما ورد يعني خير ما فسر الحديث هو الحديث وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتعارض بل تتعاضد كما أن الحديث والقرآن لا يتعارضان والله يقول فلا تضربوا لله الأمثال فالملائكة هم اللي يسكنوا السماء والله لا يشبههم وأين الوهابية من تفسير أهل السنة الأشاعرة لهذا الحديث وربي ميزنا على البهايم بالعقل الوهابية ما رزقوا الفهم عقولهم مقفلة فقد ورد في القرآن
أم على قلوب أقفالها؟ هناك قلوب مقفلة اليوم في بلاد المسلمين، هناك قلوب مقفلة، نسأل الله الأمان. والوهابية هم أهل باطل مجسمة يدعيوا أنهم سلفيين وهم مخالفين للسلف. فقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أناس من جلدتنا يتكلمون بلغتنا، تعرف منهم وتنكر، دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها، نسأل الله الأمان. وهذا حال الوهابية مع البعض من أبنائنا اللي اغتروا بهم لما ظنوا بهم من الصلاح، وغرهم المظهر واللحية الطويلة. وقديما قيل: لو كانوا بطول اللحى يستوجبون القضاء لكان التيس عدلا مرتضى، ولو كان الأمر بالضخامة لكان الفيل صاحب الفخامة. أحنا أهل الزيتون الأشاعر على الحق، وفي هالبلاد منذ دخول الإسلام إليها في القرن الأول الهجري، وماشيين على طريق الحق والاعتدال والوسطية السمحة، بعيدا عن الغلو والتطرف، المنبوذين دينيا وجماهيريا. ونقول لك ابقى على نهج الاعتدال، على نهج الأشاعر المعتدلين، كما لقيت بوك وجدك يتبعوا علماء زيتونة، اللي منهم من صار شيخا للأزهر وهو محمد الخضر حسين، اللي هو أول واحد مش مصري يكون شيخا للأزهر، وهذا سني أشعري تونسي. وناس بكري قالوا: امشي صحيح لا تدرد على الطيح. نسأل الله الأمان وأن يثبتنا على عقيدة التنزيه، وأن يحفظنا من عقائد التشبيه، والحمد لله ربنا. قالت الجارية مجيبة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في السماء: علماء الأزهر أهل السنة الأشاعرة لا يعتقدون أبدا أن الله في مكان، لأن الله هو الذي خلق المكان، وما كان لخالق المكان أن يحده مكان، وما كان لخالق الزمان أن يجري عليه زمان، فالله كان ولا مكان، وهو على ما عليه كان، علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. هكذا يقول علماء الأزهر. الآيات والأحاديث التي جاءت بظاهرها تدل على أن الله في السماء، كقول الله جل جلاله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هنا ماشي معناها في السماء بمعنى أنه داخل السماء، وأن السماء تحويه، وأن السماء تحيط به، لأن السماء خلق من خلقه، والخالق لا يحل في المخلوق، الخالق لا يحل في المخلوق، وإنما معنى السماء بمعنى العلو. احنا في الدارجة الجزائرية واش نقولوا؟ الخبز والماء والراس في السماء، الخبز والماء والراس في السماء. واش معنى راس في السماء؟ بمعنى العلو، عالي، يعني قدرك عالي، رجل عظيم وشريف وكريم وقدره عالي. يعني الآيات التي جاءت بظاهرها أن الله في السماء معناها أن الله عال علو مكان، وليس علو مكان، لأن المكان مخلوق، معناها الله عظيم، الله عظيم، الله مرتفع على خلقه. يعني هذا معنى العلو، ماشي بمعنى المكان. يعني حددوا له مكان وزعم بعضهم أنه جالس على عرشه وأنه يمثل العرش. لا، أهل السنة يقولون: فلا العرش يحمله ولا الملائكة تسنده، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته، مقهورون تحت قبضته. العرش هذا خلق ضعيف من خلقه، خلق ضعيف من خلقه. لو كان ربي يحب يفني العرش هذا بيكون فيكون، وشنو العرش هذا بجانب عظمة الله وقدرته؟ الله كان ولا مكان، هكذا نقول نحن. الغريب: أأمنتم من في السماء؟ يعني الله في السماء. أقول: أي سماء؟ الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة. مع مين؟ مع الملائكة؟ مع أرواح الصالحين؟ هذه واحدة. الأمر الآخر، ما فطنوا إلى باقي الآيات، لأن من الخلط الذي يشغب به المتشلفة أنهم يكتجئون النصوص ويلوون أعناق النصوص. فعلى سبيل المثال، هو يقول: آمنتم من في السماء؟ إذن الله في السماء، ويستدل بحديث خبر أحد، ومعروف في العلم أن أخبار الأحد لا تثبت بها العقائد. يقول حديث الجارية الخرساء: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. هل إشارتها إلى العلو
يقتضي المسافة أو المساحة. طب ماذا عن باقي الآيات؟ وهو الله في السماوات والأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو معكم أينما كنت. وتأتي أعظم آية في القرآن الكريم لتنشف هذه التصورات الصبيانية البدوية البيئية الطفولية في العقيدة. ماذا قال ربنا في آية الكرسي؟ واسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي جزء من العرش. فإذا كان الكرسي واسع السماوات والأرض، وإذا كان ملك الموت وهو خلق من خلق الله الكرة الأرضية، وهم بالمناسبة ينكرون كروية الأرض ويحكمون بالردة على من يقول أن الأرض كروية وتدور، وهذه فتوى موثقة من سبل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فملك الموت الكرة الأرضية في يده، فإذا كان خلق من خلق الله الكرة الأرضية بغلافها الجوي، هم يتوهمون لجهلهم أن هذا الغلاف الأزرق الغلاف الجوي هو السماء، هم ينظرون ذلك. العفو أن المسألة أكبر من هذا. فآية الكرسي ماذا قالت؟ أأمنتم من في السماء؟ الشيء الأخير، ولن أخوض أكثر من هذا في العقيدة، الخوض في أسماء الله وصفاته. الله قال لنا في القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا كان ربنا صوت الكف ماذا قال؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. إذا كنا لم نعرف ما شهدنا بداية الخلق الانفجار العظيم، ما شهدنا خلقنا نحن، فكيف أنني أثبت يعني ألفاظا جاءت في سياق لا تثبت حواسا لله؟ فعلى سبيل المثال هم يقولون أن لله يد. أقول أي يد؟ طبعا هيقول كلام غريب، له يد لكن لا ينفيها، يعني أثبت ونفى، فترك الناس في حيرة أشد. فيقول المثل الله له يد، أقول له خشئت وكذبت البعيد. I question, where is Allah? Where is our magnificent creator? Is he with us? Does he walk in the streets with us? Does he, or is he in our workplaces, in our institutions, in our homes? Is he everywhere? Where is Allah Ta'ala? Allah Ta'ala is above the heavens, above the creation, separated from his creatures, raised upon his throne in a way that suits his majesty, his sovereignty, his honor, his might. Whoever denies Allah Ta'ala above his heavens, and that's how they all were, very stern, this person must be reprimanded. He must be ordered to repent, and if he does not, he immediately is executed and his corpse is thrown in the dump yard with the rest of the animals. Allah Ta'ala tells us, Ya Akhi Nazri, that he's got a beautiful face. Allah has a finger or fingers. Do you believe in that? Has Allah got fingers? Has he got fingers? He does. Allah Ta'ala has a hand. And Allah, he is clearly describing, teaching us, blessing us, that he created Adam with his two hands. Is it true that both his hands are right? Yes, it is true. The hadith says very clearly that both his hands are right. You're going to start getting confused, aren't you? That Allah subhanahu wa ta'ala has a shin. A what? A shin. The day when the shin shall be laid bare. This shin is the shin of Allah. Allah Ta'ala has a foot. Does he not? Allah Ta'ala places his foot in hellfire. His beautiful, magnificent, excellent foot. Allah has a shin. S-H-I-N. Sheikh Adam, Allah has a shin, hasn't he? Definitely, yeah, he's got a shin. The shin in our understanding is that which is between the ankle and the knee. Salk. Salk.
أحسن الله إليك. شين S H I N. له يد لكن لا ينفيها يعني أثبت ونفى فترك الناس في حي في حيرة أشد فيقول المشهد الله له يد أقول له خشئت وكذبت البعيد ليه؟ أقول له أي يد؟ اليد جاءت في القرآن على تراكيب تبارك الذي بيده يده الملك هذا مفرد قالت اليهود يد الله مغلولة إلى أن قال بل يداه مثنى مبسوطتان ثم يأتي الجمع سورة الزاريات بأيد وإنا لموسعون ويأتي الحديث كلتا يديه يمين كيف يحل هذه المعضلة اليد ولا يدان مبسوطتان ولا أيد ولا كلتا يديه يمين هل اشتغل الرسول صلى الله عليه وسلم بإثبات حواس وجوارح تؤدي إلى التكسيم والتكسيد لله عز وجل وأدلش على الرسول وأقول إن هذا الخلط وهذا الشغب هو السنة وهو السلف الصالح والله كذبوا على رسول الله نعم أحسنتم دكتور بارك الله فيكم أين كان الله قبل أن تخلق الدنيا هو أصل الله ليس له مكان لأنه ليس مكين وليس له ظرف يحيط به حتى نسأل عنه بأين إنما الله خلق المكان وكان قبل المكان وهو اليوم على ما عليه كان إذن فالله خارج الزمان والمكان ولما خلق الزمان والمكان كان على ما عليه كان يعني قبل الزمان والمكان ولذلك لا يسأل عنه بمتى ولا يسأل عنه بأين لأنه مخالف للكائنات بل هو المكون دكتور عدنان في حديثك عن الوهابية لم تنكر المصطلح مع أنه علماء المملكة يعني يفضلون تسميتها بمصطلح السلفية لكنك ترى بأنها دعوة تريد أن تجبر الناس على عقائد بعض الحنابلة التي لك عليها مآخذ قوية ما هي هذه المآخذ؟ العقائد التي ننكرها وينكرها جماهير أهل السنة والجماعة بفضل الله تبارك وتعالى من الملكية والشافعية والأحناف للأسف هي ميل هؤلاء الإخوة والعلماء إلى التشبيه والتجسيم فيما يتعلق بجلال الحق سبحانه وتعالى لديهم عقائد خطيرة لا نرضاها ولا نرضيها لأنفسنا ولا لإخواننا المسلمين هذا معروف يا أختي وهو كثير جدا هم عقيدة الإقعاد أن الله تبارك وتعالى ترك فراغا عن يمينه على عرشه على كرسيه يجلس عليه رسول الله يوم القيامة هذه عقيدة تجسيمية واضحة والعياذ بالله تبارك وتعالى شيء خطير ومخيف الله يقول ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد هذا هو الصحيح طيب. ولهم من مثل هذه التشبيهات والتجسيميات الكثير في كتبهم نحن ننكرها نعم أيضا يفرقون بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية تبعا للشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه نحن نخالفهم كأهل سنة وجماعة نخالفهم في هذا التفريق وهذا التفريق له توابع وتوالي ولوازم نختلف معهم فضلا عن اندلاعهم للأسف واستخفافهم بمسائل إيه الحكم على المسلمين الآخرين بالكفر والشرك والمروخ من الدين طيب دكتور عدنان انتهى وقت هذه الحلقة مضطرين نختم لكن في الألفاظ الصريحة الواضحة قال رسول الله في قول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت قال حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قطن 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 تقول ازاي انت تقول قدمه ازاي طوعك قلبك يا اخي زي ما النبي قلبه طوعه فتقول قطن 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 فتقول قطن 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 انا مش عايز اعدي قصة رؤية الله جل جلاله النظر إلى وجه الله الكريم تعالوا نقرأ شوية من كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح
ونقضيها الليلة دي جنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده. حديث في صحيح مسلم قال: لما خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده. الواحد نفسه يشوف شجرة مستها يد الرحمة، مستها يد الرحمة، مستها يد الرحمة. مش عارف اقولها ازاي. الواحد في الحاجات دي مع الحب بيخاف يغلط. ونحن سمعنا مناديا يقول: يلحق كل أناس بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. إحنا لم نرى ربنا بعد عشان نمشي وراه. قالوا أي حد بيعبد حد هيجي له يمشي معاه. بتاعنا ما جاش، إلى هنا لم يأتي بعد، ربنا لم يأتي، فنحن ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء، الأنبياء ينقشوا معاه يعني، قولوا: أنت ربنا. فيقول: هل بينكم وبين ربكم آية تعرفونه بها؟ يقول لهم: آه يعني أنا ربكم، لكن هو أنتم منكم منه علامة يعني معلمينه بها؟ إذا ظهرت هذه العلامة عرفتم أن هذا ربكم؟ فيقولون: نعم. الساق، الساق. فيكشف عن ساق، فيكشف الجبار عن ساق. ودي آية طبعا، هذا كلام واضح جدا في إثبات صفة الساق لله رب العالمين. يعني الآية اللي في سورة القلم: يوم يكشف عن ساق، يقولوا فيها قولان، وقد يكون هذه الساق الشدة كما أرد عن فلان من الصحابة، وإن لم يثبت هذا عن كثير منهم يحاولوا يطلعوا منها جماعة المؤولة من الأشاعرة وغيرهم، يحاولوا يطلعوا منها جماعة المؤولة من الأشاعرة وغيرهم. لكن كيف يطلعوا من هذا؟ والنبي يقول: فيكشف الجبار عن ساقه. هذا الضمير يعود إلى الله عز وجل. لكن الصحيح الذي عليه أكثر السلف أن الله خلق آدم على صورته، على صورة الله، على صورة الرحمن سبحانه وتعالى. وليس المقصود بصورته أنه يشبه الله، ولكن المقصود على صورته كما قال أهل العلم: له وجه، له يدان، له أصابع سبحانه وتعالى، وله عينان، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في وصف نفسه: وله ساق، وله قدم جل في علاه، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في وصف نفسه: وله ساق، وله قدم جل في علاه، لكن ليس كمثله شيء. يعني قدم ليست كأقدامنا، وساق ليست كسيقاننا، ويد ليست كأيدينا، وأصابع ليست كأصابعنا، وجه ليس كوجهنا. سبحانه وتعالى خلق آدم سميعا بصيرا، يتكلم، وله وجه، وله يد، وله قدم. وهكذا ربنا سبحانه سميع بصير، يتكلم، له وجه، وله يدان، وله قدم سبحانه كما أخبر عن نفسه: من يداه مبسوطتان. قال جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جهنم لا تزال تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الله فيها جيده وفيها في قدمه، فينزل بعضها إلى بعض، وتقول قتل قتل. المقصود أن قوله عنده يدل على المكان، ولهذا قال: فوق العرش. فالله جل وعلا مستو على عرشه، ففيه إثبات المكان لله جل وعلا. وهؤلاء يقولون: لا يجوز هذا، وهو الذي أخبرنا الله جل وعلا فيه أنه عرشه، أنه مستو عليه تعالى وتقدس. مين؟ فإزاي ربنا يخبر بهذا وإحنا نقول الله؟ يعني نفكر، فده يناقض الإيمان. أنا كثير مما نؤمن به حتى لو لم تسعه عقولنا ينبغي أن نسلم به،
لأننا صدقنا المخبر، صدقنا الله عز وجل أو صدقنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فخلاص مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مرة بين أصحابه بينما رجل يمشي يسوق بقرة إذ ركبها أمركب البقرة، فقالت البقرة لم أخلق لهذا، أنا ما تركبش إنما خلقت للحرف، أنا تاخدني بقى تركب على ظهر المحراث ولا البتاع تعمل تزرع بيتك كده لكن ما تركبش. فقال الناس أبقرة تتكلم؟ النبي اللي بيحكي، النبي بيحكي بيقول إن بينما بقرة رجل يقود بقرة إذ ركبها فقالت البقرة، البقرة تكلمت قالت لم أخلق لهذا، أنا ما اتخلقتش عشان أتركب، أنا مش حمار ده أنا بقرة، بتقول كده. فقال الناس بقرة تتكلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحصى يذكر عمر وأبو بكر معه كما في الحديث الشهير الذي في الصحيح، بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فقالت لم أخلق لهذا، فقال الناس بقرة تتكلم. الحركة التجسيم والتشبيه بالله عز وجل للأسف تسللت عند المسلمين من أهل الكتاب. أهل الكتاب لم نحذر، والله قد حذرنا من أهل الكتاب لكن نحن ما حذرنا. يا أيها الذين آمنوا، شوف الآيات الجميلة كيف لما نمتلك ثقافة قرآنية. يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وحذر كثير من أهل الكتاب خاصة سورة البقرة كثيرا، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. والآيات كثيرة في هذا المعنى. نحن هذا التحذير، هذا الكثافة القرآنية في التحذير من أهل الكتاب لم تأخذ حجمها، يعني فقط على طب نتصور أن أثر الكتاب فقط في التفسير إسرائيليات وما أشبه ذلك. أهل الكتاب نشروا ثقافة التجسيم تشبيه الله بخلقه، لأن عندهم أن الله يصارع داود عادي، يعني أن الله يتصارع مع داود وينتصر داود ثم يعطيه ملكه، يعني عندهم الله مجسد. بينما الله عز وجل في القرآن الكريم ليس كمثله شيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وكذلك في نص أيضا الإمام علي لابد أن نذكره، لأن الإمام علي تلميذ النبي عليه الصلاة والسلام وله نصوص جميلة، يعني عندما يقول أول الدين معرفته، يعني معرفة الله أول الدين معرفته، وكمال معرفة التصديق به وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات المخلوقين عنه، طبعا يقول نفي الصفات عنه في صفات المخلوقين، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله، ومن قال فيما هو فقد ضمنه، ومن قال على ما هو فقد أخلى منه، كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة، متوحد إذ لا سكن يستأنس إليه أو يستوحش لفقده، ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصلا ممثلة، ولا إياه على من شبهه، سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله. مثل هذا الكلام الجليل يختلف عن أن الله على هيئة شاب أمرد جعد قطط في رجليه نعلان، وأنه ينزل ويطلع، وترك للنبي أربع أصابع يجلس معه، وأنه يعني يجس يعني كأنه مثل نبس أكبر شوي. هذا ما يجوز. هل تعرفون أن رجلا زاهدا أورد في كتابه في الصفات حديثا يزعم أن الله مخلوق من عرق الخير وهو محسوب علينا للأسف؟ ما يجوز هذا الكلام. هذه أقوال زنادقة، بس أقوال في سؤال. لكن القائلين بها ليسوا بالضرورة يكونوا سيئين، قد يكونوا مخدوعين. بقولكم العمى عند الإسلاميين ما شاء الله ضارب بأطنابه، ما كذبش عليكم، أكثر ناس عميان أن يلاحظوا الوقائع والأشياء كما هي الإسلاميين، أكثر ناس. هتقولي ليش أنت متحامل؟ طب أنت إسلامي. إيه بس إسلامي حتى بنتخذ نفسي، أنا مين أنا؟ لازم أشوف الحقائق، تعرفوا ليه؟ وبحاول أكون منفتح وأنفتح على الدنيا وأشوف إيش الحاصل في العالم حولي، هذا بحاول أشوف ولا أستعير عيون أحد. ما فيش حد يقول لي شوف بعيني. لا يا حبيبي، هشوف بعيني أنا، كما لا أستعير عقل أحد. وهذا ما أدعو إليه، وهذا الذي يكرههم في هذه الدعوات على فكرة. بالعكس، هم يعملون تماما على تربية أجيال لا ترى إلا بأعينهم، هم أعين القيادة وأعين انتبه، ولا تسمع إلا بأذانهم، ولا تفكر إلا بعقولهم، عشانك لا في سماع ولا بصر ولا عقل. يا أخواني ضعنا، أنا أقول لكم
هؤلاء أسسوا ولا يزالون سادرين في هذه الطريق. على ماذا؟ على العزلة عن العالم. يحزنون يا أخوان، صدقوني، أنت تؤسس العزلة ولشخصيات مطموعة سيكونون عمياناً، عميان يكرهون مجتمعهم، يكرهون دولهم، يكرهون شعوبهم طبعاً، لأن هذول هم شيء وإحنا شيء، إحنا غير شكل، إحنا حاملين التورشة، حاملين المشعل، إحنا بيدنا الوصفة السحرية، عندنا طلسم النجاة، كانوا يعني ما بعرف أنبياء بهم كفار، ما بصح هذا التفكير يا إخواني، دمرنا. قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بالإنكار أم بالإحداث؟ قال: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء.